عمر يا عيوني. الله صحيح بتحبيني يا نبوية؟ أنا كمان بحبك. كان يوم المنى، يوم ما اسمعها منك. وبخاف عليكي. طول ما أنت جنبي، مفيش حاجة تخوفني. عشان كده، لازم تبقى معايا. آخر نفس بعمري. أنت دلوقتي في حيازتي، تحت مسؤوليتي، ها؟ خدمتك. ستي وتاج راسي. ما تقولش كده، أخص عليك. ومراتي نبوية. مراتك؟ أنا؟ أيوه، لازم حتما نتجوز. لا يا عبدو ما تقولش كده، تخلينيش أحلى. يا نبوية دي مش حلم، دي حقيقة. ولولاش الامتحان دي بعد شهر، أنا خدت خدك وسافرت وكتبنا الكتاب هناك في البلد في الدوار عند أمي. خلاص نستنى. لا، أنا هبعت لأمي ونتجوز هنا. وبعد الامتحان تبقي مراتي. يبقى لازم تنجح، مش لازم تضيع وقت ابدا. لازم تحط دماغك في المذاكره علشان تبقى اول الناجحين، وافتخر بيك. ايوه، بس بشرط. شروطك اوامر. مفيش شغل من النهارده. انت شغلتي. ومفيش خروج. عايش تحت رجليك. عايزك تبقي واحدة تانية. بقيت من ساعة ما خدتني من ايديك، حسيت اني اتولدت من جديد. وديني ملكك، ملكك. ربيني زي ما انت عايز. ها، مش ناوي برضه تقولي الحقيقة؟ حقيقتي بس يا ماما. بتروح فين كل يوم بعد المدرسة؟ ما انا قلت لحضرتك. عندكم حصص ألعاب زيادة؟ أي في المدرسة؟ أيوه. كل يوم؟ طبعا. طب ايه رأيك بقى ان انا النهارده فوت على المدرسة وعرفت منهم ان الكلام اللي بتقولوه لي ده مش صحيح؟ يا ماما مش كداب. ولا هتقول الحقيقة ولا موتك من الضرب؟ بتروح فين بعد المدرسة؟ بروح بروح. اتكلم انت. بلعب كورة. فين؟ ومع مين؟ مع عيال زمايلي في الفصل. لو حضرتك مش مصدقة تعالي العبي معانا. احمد يا حبيبي، انا خايفة عليك، مش عايزاك تمشي مع ولاد مش كويسين ولا تهمل في مذاكرتك. عايزاك تكبر وتنجح وتشتغل وتعوض صبري عن الشقة اللي بشقاه والتعب اللي بتعبه علشانك. يا احمد يا حبيبي، انا ماليش في الدنيا خالص حتى غيرك. ما تخافيش يا ماما، ان شاء الله هنجح وهشتغل واجيب لك كل اللي انت نفسك فيه. يا حبيبي. يا واد غد ايدك عن العيال لحسن هقطم لك ايدك. اوعي كده سيبك ليه؟ انت بتضربني يا عديم التربيه؟ عيب يا احمد. ايه اللي بتعمله ده؟ ما هو طلع العيب من اهل العيب، ما هوش عيب. لزوم ايه الكلام ده يا ست انصار؟ يعني لو كان لها اللي يربيه ما كانش استفحل فينا بالشكل ده. انما بقى كان الله في العون، هتربي ولا هتشوفي نفسك؟ عدي يا بنت التوهية، ولو شفتكم بتلعبوا مع مقصوف الرقبة ده هقتل وحقتل بعدتكم. عدي عدي. ايه اللي بتقوليه ده يا ست انصار؟ كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت. انا مش محرج عليك، قلت لك ما تخرجيش من غير اسمي. وده اسمه ايه ده بقى؟ ليه؟ اخش تحت المراقبه ولا واخده تعبيده؟ حكم. تعالي يا ابني، خش قدامك، خش. يلا كده تبيده لحظه. من امتى بترد عليا بالطريقه دي يا نبويه؟ انا اتكلم بالطريقه اللي تعجبني. ماشي، اتكلمي بالطريقه اللي تعجبك. بس ممكن اعرف برضه كنت فين الساعه دي؟ كنت بفك عن نفسي. ازاي؟ اوعى كده، هو فين وجيت؟ نبويه ما تضيعش كل رد عليا. زهقت طفشت من حسيتي جنبك، قلت افك عن ضيقتي مع واحده فهمتني بالكلام. مش بحرج عليكي، ما تعوضيش على عالم كنت تعرفيها قبل كده. دي واحده تاني، صنف تاني، جنسي تاني. مش كنت بتشتغل معاك يا نبويه؟ بتشتغل معايا ايه انت راجل؟ انا كنت عند زوز. زوزو؟ زوزو مين اللي تحت؟ مالها اخرى؟
جدع الواد ده اللي سابين من اللي تعرفيه كلهم. لا بقى زوزو دي ست محترمه. انت تعرفيه؟ تعرفيها حقيقتها؟ شوف اسمعي، ممنوع انك تشوفيها تاني، وحسك عينك اعرف انك خططت لها عتبة بالك. خلاص يا سعادتو ايه الاداره دي كلها؟ لا يا حبيبي، لما ابقى مراتك وعلى ذمتك تقفل عليا بالقفل والمفتاح، انما لغايه الساعه اللي احنا فيها دي مالكش كلمه عليا. خلاص وبنت ناس. واي ناس، بس يا خسارة راحوا وسابوها للهم. ومين عنده دم يجيله قلب يفكر على الحلاوة دي كلها؟ الله يسامحه بقى، خالها اللي بتقول عليه. بابايا مات ومامتي ماتت. اه كلهم ماتوا وفاتوني لوحدي. الف رحمة ونور على الحبايب كلهم. اتولى امري خالي، زلاني بهدلني بقى يوكلني اللقمه متغمسه بالهواء، واخر المتم قال ايه؟ عايز يجوزني ابنه اللي عمري ما حبيته بالقوه بالعافيه بالنبوت. ليه؟ حقك كله الا كده. وانا اصلي كمان مش خاليه. متجوزه؟ متجوزه الفن من صغر سني، وهبت نفسي للفن واعتبرته حبي الوحيد. السلام. طب ما هو مادام انت متجوزه الفن انا حماكي. حمايا؟ حكيم انا ابو الفن كله. الاستاذ عبد العال بلاله صاحب شركه بلاله فون، ليه شرايط الكاسيت اكبر شركه في اسكندريه. كل اصطوات المغنواتيه اللي بتسمعيهم دول بيرمحوا وراه بالمشوار عشان يسجلوا عندي. حكيم انا اسطى في البروباجندا. يا خساره. على ايه؟ يمكن لو كنت مشهوره في الفن شويه كويس كنت تقبل تسجل لي شريط. ما تسجل لها يا بلال. بعون الله شهرتك هتبقى على ايديا دول. صحيح؟ الا صحيح يا حبيبتي، الاستاذ عبد العال بلاله فنان ملتزم، كلمته بألف عقد وألف كونتراته. بس يا قبلتي ده في اسكندريه. هي اسكندريه في المريخ؟ ده انت توصلي لها في ساعتين وربع في الديزل وانت مرتاح. وفي ساعتين الا ربع وانت برضو يعني مجعوزه في المرسيدس بتاعتي. بس انا بخاف من الغربه يا قبلتي. ومين قال انك هتبقي في غربه؟ مش بتقولي متجوزه الفن وانا ابوه، تبقى الحكايه في بيتها شرزه حياتي.